الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد أيضا على عجل واختصار أن فيه دليلا على مشروعية تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى فيما نعلم. وأول من وقع الخلاف منه في هذه المسألة هم أمراء بني أمية، فقدموا الخطبة على الصلاة، لأن الناس كانوا يهربون من خطبتهم لطولها ولعدم فائدتها، ولأنها تسيس فيما يخدم سياساتهم وأجندتهم فقط. فكان الناس مذ يصلون العيدين يخرجون من مسجد العيد، فرأى بنو أمية حبس الناس لسماع الخطبة بتأخير صلاتها. وأما هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وخلفائه الراشدين فإنه كان تقديم الصلاة على الخطبة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، ولا نعلم في ذلك خلافا.